أنا نيكولا زراني وأنا ميرنا سخلان. في حلقة أنتينا اليوم رح نتطرق ونراقب بعض الإعلانات التجارية والحملات التوعوية اللي ساهمت في تحسين صورة المرأة وإعادة مكانتها كشريك فاعل في المجتمع. هالإعلانات اللي عالجت القضايا اللي بتخص المرأة بطرق إيجابية. شركة نايكي الأمريكية المتخصصة في صناعة وتسويق الأحذية والملابس والأدوات الرياضية أبهرتنا في السنوات الأخيرة في إعلاناتها التسويقية ضمن حملاتها النسوية. نشرت شركة نايكي فيديوهاتها الإعلانية والتحفيزية للنساء اللي بيواجهوا تحديات كتيرة في عالم الرياضة بسبب العقلية الذكورية السائدة واللي بتفترض أنه الرياضة هي محتكرة وحصرية للرجال. هالإعلانات حصدت ملايين المشاهدات وحازت على إعجاب واحترام الجمهور. إعلانات نايكي المتلفزة سلطت الضوء على نساء مشهورات تركوا أثر كبير في عالم الرياضة. واحد من أهم إعلانات شركة نايكي كان بصوت لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز اللي تم تهديدها بسحب اللقب منها وشن الإعلام حملة كبيرة ضدها لمجرد إنها عصبت وصرخت على أرض الملعب خلال مباراة كانت مشاركة فيها. سردت سيرينا في الإعلان الأحكام المسبقة والتمييزية بحق النساء انطلاقاً من تجربتها الشخصية. But a woman running a marathon was crazy. A woman boxing was crazy. A woman dunking crazy. Coaching an NBA team crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080. Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. دعيهم يعلموا ما يمكن لمجنونة أن تفعل. التوجه النسوي في الإعلانات عم بتطور وبنتشر، عم بيصير جزء أساسي من السياسات التسويقية لشركات كبيرة ومهمة، مش بس عالمياً وفي عالمنا العربي كمان. واحد من هاي الأمثلة هو إعلان بنك مصر اللي نزل في رمضان 2020. ولا عشان الناس دايماً يعيش زي السحاب كله مطر وخير. في الإعلان بنشوف النساء بتنوعهم واختلافاتهم المهنية وخلفياتهم الجغرافية. منشوف العداء المبتورة قدمها ومركبة طرف صناعي، ومنشوف الصبية المصابة بالبهاق وشايفة حالها ملكة بجمالها المتفرد. منشوفها فنانة سيرك استعراضية، ومنشوفها بتمارس رياضة الملاكمة. التوجه النسوي في الإعلانات وصل كمان لمؤسسات حكومية ومنظمات دولية اللي بتشتغل بشكل مستمر على قضايا توعوية مناصرة لحقوق المرأة. في شباط 2021 قدمت النجمة المصرية أنغام أغنية بعنوان أنا أدها، رافقها فيديو على شكل إعلان ترويجي لحملة 100 مليون صحة اللي أطلقتها وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية. كل ما تطلع شمس ويبدأ يوم، كل ما تكبر أحلامي، ولا بضعف ولا خاف ولا بسمع. الفيديو اللي مدته أقل من دقيقتين ونص قدم مجموعة نماذج إيجابية للمرأة المصرية والعربية عامة ليوصل رسالته. عشان الست المصرية تقدر توصل لطموحها وتمارس دورها في المجتمع لازم تكون بأحسن صحة، عشان كده وزارة الصحة موجودة في كل مكان عشان تكشفي وتطمني بالمجان. سنة 2020 أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث واللي بترأسها المجلس القومي للمرأة في مصر حملة إعلامية توعوية تحت عنوان احميها من الختان. هدف الحملة نشر الوعي بقضية ختان الإناث على وسائل الإعلام المختلفة. ركزت الحملة على تغيير النظرة السائدة على قضية الختان في المجتمع المصري من خلال التأكيد إنها جريمة طبية مخالفة لميثاق الشرف الطبي وعادة مخالفة للشرع والدين ويعاقب عليها القانون. الختان جريمة، الشرع أنكرها وأكد إن مفيش كده في الدين.
في السعودية وفي العام 2017 قامت مؤسسة الوليد ابن طلال للإنسانية وبالتعاون مع برنامج الأمان الأسري بإطلاق حملة سكوتك علامات الرضا. الإعلان اللي أخذ شعار سكوتك علامات الرضا بيشجع النساء المعنفات لتحط حد لمعاناتها من خلال تقديم الشكوى والاتصال على رقم الخط الساخن الخاص بالحمل. شعار الحمل ممكن يكون مستفز جدا للنساء، وكأنه تصريح يعتمد على مقولة السكوت علامة الرضا، بس الهدف من وراء انه يستفز المرأة ويخليها تحكي وتعبر عن وجعها وترفض انها تضل ساكتة تحت العنف. في يوم المرأة العالمي 8 آذار من العام 2021 أطلقت شركة اتصالات فودافون في مصر إعلان لصالح منصة فكرتك الداعم لمشاريع نسائية. هو في أي حاجة أنا ما أقدرش أعملها؟ الفرق بين اللي تقدري واللي ما تقدريش تعمليه هو أنت. منشوف في الإعلان 5 نماذج لنساء مصريات قدروا يتميزوا بمجالاتهم المختلفة، من مصممات أزياء لمغنيات أوبرا للاعبات تنس أرضي لعالمات فيزياء. الشركات التجارية الكبيرة اللي بتساهم في تشكيل الأنماط والأفكار المجتمعية، شو هو الهدف الحقيقي من وراء إعلاناتهم؟ يمكن الشركات هاي لازم تتحمل مسؤولية أكبر عن محتوى الرسائل اللي بتبعت لنا إياها كل الوقت، وخاصة اللي بتتعلق بقضايا النساء. حاجات انا ما اعرفهاش.